Dora shikues, selam aleikum. Mysafiri jonë sot është një mysafir nga Medinja e ndritur, nga i qytet ku jetoj i pegamir e selam. A është profesor i ndëruar Heithem Serhan. Selam aleikum, ehla u sehlan. Aleikum, selam, rahmetullah, barakatuh, haja Allah. Profesori është themelues dhe profesor në institutin e haremit të Medines. A e student nga gjithë bota, shkojnë dhe ulen pranë profesorit për të konsultuar dhe për të marë dje, për të marë nga dje nga suneti pegamir e selam. بروفيسور تي لاج تبشتي في في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد واسال الله سبحانه وتعالى ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وصلت الى هذا البلد وهذا البلد ولله الحمد رايت فيه اقبال الشباب على المساجد طبعا ليس بذاك الاقبال الذي يعني يطمع فيه كل مسلم لكن ولله الحمد هناك خير ودائما يعني المؤمن يتفاعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن فهذا الاقبال من الشباب في هذه الايام وكذلك المحافظه على الصلوات من بعض الناس سواء كانوا تجار او كبار سن او صغار او هذه الفئه العمريه التي هي الشباب فهذا والله خير ولا بد ان نحافظ على الخير ونسعى لان نكثر هذا الخير حتى يكثر عدد المسلمين ولله الحمد بدا الاسلام غريبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدا لكن نحن لا نقنط من رحمه الله فنحن نقول باذن الله تعالى لا بد ان نحافظ على هذا الموجود ونزيد فيه حتى يكثر عدد المسلمين في هذا البلد والحمد لله طالما ان المساجد موجوده والدعوة ولله الحمد فيها يعني سعة وهناك يعني أمور كثيرة فتحت ولله الحمد للدعوة الإسلامية فالواجب أن نغتنم هذه الفرصة وأن نحاول قدر المستطاع أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لأن ضد هذا هو الفرقة والنزاع نسأل الله العافية والسلامة واسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في atba'i nabi alayhi salatu wassalam. Sheikh, uh, 40 vjet Shqipëria ka qen ateizëm dhe në komunizëm dhe ata që sot hyn xhami janë të rinj. Shpesh kjo mosh është entuziazme dhe i qaset fes ndoshta dhe me emocion, larg vërtetisë saj. Një këshill nga ana juaj si ta kuptojnë të rinj sot fen me urtësi dhe me qetësi. Ah, uh, tayib. Al uh, fahma al-islam as-sahih البعض يريد من اول ما يبدا في الالتزام او في انه يعني اصبح مستقيم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم من اول وهله يريد ان يطبق الاسلام قبل ان يتعلم والله سبحانه وتعالى قال: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قال البخاري رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اذا الله سبحانه وتعالى امر اولا بالتعلم، بل اول آيه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قبل ان يعمل. فالذي يعمل قبل ان يتعلم، هذا فيه شبه بالنصارى. والذي يتعلم ولا يعمل هذا في شبه باليهود ونحن في كل يوم نقرأ اهدنا الصراط المستقيم نريد أن الله سبحانه وتعالى يدلنا على هذا الطريق الموصل إلى الله ويوفقنا إلى سلوكه بماذا؟ بأن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله إذا لابد أولا أن نتعلم لابد أن نتعلم لأن هناك كثير من الناس وكثير من الشباب في هذه الأيام يريد أن يطبق اللا علم بلا علم يعني فقط يريد يفجر يريد يكسر يريد يقتل يريد أن الناس تذهب مثلا إلى الصلاة هذا أمر مطلوب ذهاب الناس إلى الصلاة لكن هل أنت تصلي؟ تريد تدعو الكفار وتحارب الكفار، إلى ماذا؟ قال نحارب الكفار على التوحيد، طيب هل أنت تعرف التوحيد؟ هل أنت وحدت الله سبحانه وتعالى؟ إذا لابد أولا أن نتعلم. بعد أن نتعلم نطبق هذا العلم على أنفسنا حتى نكون قدوة للآخرين، لأن الدعوة إلى الله قد تكون أحيانا باللسان وقد تكون أحيانا بالفعل. فهذا الذي يحصل من بعض الناس اول ما يلتزم انه يريد يكسر ويفجر ويدمر هذا 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 ليس الاسلام ولم يحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابه رضوان الله عليهم اذا لابد اولا ان نتعلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا اي تعلموا وعملوا الصالحات بعد هذا جاء العمل وتواصوا بالحق بعد هذا جاءت الدعوه وتواصوا بالصبر بعد هذا امر الله سبحانه وتعالى بالصبر ان نصبر اولا على العلم لان هناك من الناس من لا يريد ان يصبر على العلم اصلا لا يريد ان يتعلم يريد فقط ان يطبق الاشياء التي اتته من يعني من اناس والله ليسوا من الاسلام اصلا من مظاهرات ومن قتل معاهدين ومن تفجير المساجد وغير هذا فلا بد نصبر اولا العلم فالشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول الحياه في سبيل الله اصعب واشق من الموت في سبيل الله لانه قد يعني يقول بعض الناس انا الان اصنع عمليه انتحاريه وادخل وافجر نفسي وادخل الجنه، لماذا؟ لانه ما استطاع ان يصبر على الصلوات المفروض يؤديها في وقتها. ما استطاع ان يصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما استطاع ان يبتعد عن المحرمات، عن المخدرات، عن الملهيات، عن كذا عن كذا عن كذا. فاراد ان يصنع هذه العمليه الانتحاريه لانه لا يستطيع ان يصبر اولا لا على العلم ولا على العمل ولا على الدعوه اصلا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلا بد أننا نسير على طريقة عليه الصلاة والسلام وأن نكون على ما أمر الله سبحانه وتعالى به النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم بالعلم وبهذا تنتشر الدعوة إلى الله تنتشر ينتشر هذا الدين الإسلامي الدين الإسلامي انتشر بالعلم بأن تعلم الناس ثم بعد هذا عملوا ونحن ماذا نريد من الكفار والله لا نريد لهم إلا الخير والخير كل الخير يكون في دعوة هؤلاء وهذا أولى من أن نقتل هؤلاء أو نتعدى عليهم وبهذا ينفر عن الإسلام ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير أو يقاتل اقوام حتى ينتظر عليه الصلاه والسلام اذا سمع نداء، سمع الاذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة الى الله، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك، وهذه الرسائل التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه توجيه لهذه الامه ان نكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يمكن ان تقوم قائمه الدوله الاسلاميه illa ala ma kan alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba radhiyallahu alaihi Një këshill tjetër për të rinë shqiptar do ishte me interes në lidhje me jetësimin e sunetit e pejgamberit alayhis salam. Sa e rëndësishme është që të rinë shqiptar ta jetësojnë sunetin e pejgamberit alayhis salam, edhe pse ata ndodhen larg vendit ku ka jetuar Muhamedi alayhis salam dhe larg kohës në cilën jetoi Muhamedi alayhis salam. Ad al ad-din al-islami lam ya'ti li le... اقوام محددين معينين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الثقلين الجن والانس والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولم يحدد هذه الطائفه انها تكون في المملكه العربيه السعوديه مثلا او في الجزيره العربيه او في كذا او حددهم باشخاص او بقبائل او انهم من العرب لا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفه بوصف وهم الذين يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم فكل انسان على ما استطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت الان مثلا هنا في البانيا البعد عن العلماء مثلا البعد عن المؤلفات عن الكتب، البعد عن الحرمين، البعد عن كذا، البعد عن كذا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحاسب العبد الا على ما يقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فانت الان هنا ماذا تصنع؟ هل هناك علماء خرجوا من هذه الاماكن؟ نعم فماذا صنع هؤلاء العلماء؟ امثال مثلا الامام البخاري، الامام مسلم، هؤلاء الائمه رحمهم الله تعالى ماذا صنعوا؟ هل قالوا لابد ان نرجع الى الجزيره؟ لابد ان نصنع كذا نصنع كذا؟ علم انه محاسب بهذا الذي هو عليه الان فهو الان في اي مكان على وجه الارض ولله الحمد يستطيع ان يطلب العلم. يستطيع ان يحمل اكثر الكتب الان ولله الحمد بهذه الاجهزه الحديثه. يستطيع ان يحضر المحاضرات والدروس والندوات وان حتى يعني يدرس في بعض الجامعات ولله الحمد والمنه. آه الذي يريد مثلا الان عندنا يريد ان يتزوج يبحث يبحث ولا يبالي ولا يقول انا في منطقه كذا لا استطيع ان اجد زوجه او كذا. لكن في في ال في امر ال الدعوه الى الله في امر طلب علم يقول لا ما استطيع لابد ان اذهب الى السعوديه. ولا بد اكون في مكان كذا ولا بد ان اكون في مكان كذا لا المملكه العربيه السعوديه مثلا ليست جهاز يخرج ادخل منها الانسان جاهل ويخرج عالم لا خرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا نسال الله العافيه والسلامه للنفاق الاكبر حتى تتعلم الامه ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس المرء عمله فهذا الذي يكون هنا مثلا في البانيا او في روسيا او في اي بلد يصنع الذي يقدر عليه ويستطيع ولله الحمد يستطيع يحضر دروس كبار العلماء يحضر للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يحضر للشيخ بن باز رحم الله الجميع يستطيع ان يحمل الكتب ويعرف الكتب ويبدا شيء فشيء ومن طلب العلم جمله ذهب عنه جمله اما هذا الذي يقول بعض الناس انا لا استطيع ان اطلب العلم وابقى هنا ما معنى هذا؟ إذا معنى هذا حتى لا يستطيع أحد يدخل الإسلام في هذه الدول لا أن يرجع إلى المدينة أو يرجع إلى السعودية حتى يدخل في الإسلام لا الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين ووعد الله سبحانه وتعالى بأن من طلب هذا الدين فالله سبحانه وتعالى ميسر له لا محالة قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا اي بذلوا غايه الجهد فينا اي من اجل الله سبحانه وتعالى يعني اخلاص لله سبحانه وتعالى لنهدينهم اي والله لنهدينهم سبلنا ولم يحدد هذا بمنطقه دون منطقه او زمان دون زمان او طائفه دون طائفه فنحن يعني نكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضوان الله عليهم لم يعتذر الواحد منهم بالفقر او بالبعد او بعدم توفر الوسائل كالاقلام والاوراق وكذا فهم رجال صدقوا ما عاهد الله عليه اذا اردنا ان نصل الى ما وصل اليه هؤلاء لابد ان نعمل كما عملوا اما ان نعتذر ببعض الاشياء وكذا لا لا يصلح هذا نعم لا شك ان الـ 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 الهجره وكذلك الرحلة في طلب العلم هذا أمر معروف عند السلف ولا ينكر أحد لكن إذا ما استطعت أن تسافر أن تطلب العلم أن تشد الرحل لطلب العلم فماذا تصنع اصنع الذي تقدر والله سبحانه وتعالى ميسر لك وقد خرج علماء من أماكن هي بعيدة جدا عن الجزيرة العربية ويسر الله سبحانه وتعالى لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم وللمسلمين. طوبى الشيخ بر الله خير. الله يبارك فيكم وجزاكم خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي وبكم وبالمسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان وأن يبعد عنا الأشرار. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyya Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jizakum Allahu kërë. Rëmiq, ishi me profesor Hejthem Serhan, profesor në institutin e haremit në Medina. Ju falendurim për vëmëndinë.